اوكي، احنا لايف دلوقتي. يلا. انا مستنى كده الناس تدخل وتقول لنا الصوت والصوره واضحين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بيكم متابعين دمياطي دنتال كورس في محاضره جديده من سلسله تعلم ينتفع به مع الدكتور الغني عن التعريف الرائع دكتور ابراهيم منصور. ان شاء الله باذن الله هنتكلم النهارده ديسكشن عن حالات في حالات من البيدياتريك كيس والبوست والفور في البرايمري كيس وحاجات كتير ان شاء الله باذن الله نستمتع. هستنى بس من حضراتكم تكتبوا لنا في كومنتس كده هل الصوت والصوره واضحين ولا لا. يا ريت تكتبوا لنا في الكومنتس كده الصوت والصوره واضحين ولا لا. الصوت واضح كده يا دكاترة ولا في مشكلة؟ بقول لك الكومنتس كده الصوت والصورة واضحين ولا لا؟ احنا الصوت عندي واضح يا دكتور، بس استنى كده اقول في حد بيقول واضح اهو. ثانية تمام يا دكتور. الصوت والصورة واضحين واضحين واضحين. الصوت والصورة واضحين واضحين واضحين. واضحين واضحين واضحين، أو الحمد لله. إيه. واضح، تمام. ممكن بقى نعمل يعني تعملوا تيست معايا هنا. معلش انا هبدأ اتكلم دلوقتي في الموضوع بتاع النهارده. اكتبوا لي كده انتوا شايفيني كويس سامعيني كويس ولا لا، ولو تمام هبدأ على طول. يلا بينا. انا بس عايز اضيع وقت صراحه دقيقتين ثلاثه كمان لحد ما كل الدكاتره يتجمعوا، لو حد عايز يحضر المحاضره يبقى موجود معايا حالا اوكي انا فعرفوني بس. هنستنى. عايز بس يعني نضيع دقيقه كده ولا دقيقتين كمان، انا اوكي لسه مشغل اللينك عندي حالا لحد بس ما نطمن ان الدكاتره بداوا يشوفونا. تمام. دكتور محمد سلامه، تمام، منور يا دكتور محمد سلامه، نورنا والله.
بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بقى الموضوع بتاعنا بتاع النهارده، وبعد كده هفتح لكم الأسئلة، اتفضلوا نتناقش زي ما انتم حابين. هتكلم معاكم في موضوع بسيط ولكنه مهم للغاية، اللي هو ايه؟ بوستن كور اوف برايمري انتيريور تيث. برايمري انتيريور بس، مفيش حاجة اسمها بوستن كور في بوستيريور تيث. هي بوستن كور اوف برايمري انتيريور تيث. طيب ناخد الموضوع من اوله خالص، لان الموضوع ده انا بحبه وبحب اتكلم فيه. حاله زي دي، ده دلوقتي badly destructed primary anterior incisors. ماشي، الموضوع ده مشكله. ليه بقى؟ ليه حاجه زي دي ممكن تعمل مشاكل كبيره للطفل؟ لان احنا هنلاقي عندنا مجموعه من المشاكل والمسائل اللي الطفل عايش فيها لما يكون عنده وضع بالشكل ده. اولا كفانكشن، هو مش بيعرف ياكل. فتلاقوا دايما الاطفال اللي عندهم مشاكل تسوس كتيره كده في اسنانهم، هو عنده دايما مالنيوتريشن. دايما الطفل اللي اسنانه بايظه كده ما بيعرفش ياكل. فهو تلاقوا الطفل حجمه صغير وضعيف كده ومش عايز ياكل. هو مش عشان ما بيحبش الاكل. هو مش عايز ياكل عشان مش قادر ياكل. فمع الوقت بتتحول تبقى عاده، هو خلاص اكله بقى قليل. فدي اول مشكله. اول مشكله ان هو ما بيعرفش ياكل، وظيفيا عنده مشكله. ثانيا شكله الجمالي بيبقى شكله وحش، وهو للاسف بيبقى عارف انه شكله وحش. فدي ممكن كمان تعمله سايكولوجيكال تروما. فاحنا عندنا سايكولوجيكال تروما، طفل بيفقد ثقته في نفسه، وعندي فانكشنال امبيرمنت، طفل مش عارف ياكل، فبيأثر على نموه، فالطفل مكتئب وكمان ضعيف بسبب بس انسان سوسه. فالموضوع كبير، مش بسيط يعني. غير طبعا عندي مشاكل بيولوجيكال، ان ده كيرز انفكشن، هو على طول عنده بين وعلى طول عنده مشاكل في اسنانه الاماميه. ده غير بقى كمان ان هو بيعتبر عنده حاجه زي انتيرير اوبن بايت، هو ما بيعرفش يعمل بايت لاسنانه اللي قدام، فدايما بقه مفتوح لقدام، فده بيؤدي لحاجه اسمها تانج ثراست. كان عندي مجموعه من المشاكل كده، كل واحده فيهم اصلا تخليني اخاف. الطفل ما بيعرفش ياكل، عنده مشكله وظيفيه، الطفل عنده مشكله نفسيه بسبب ان هو مش فاقد الثقه في نفسه، ان هو بيسمع كتير ناس بتحلق على اسنانه، الطفل عنده مشكله في الكارز وفي الانفكشن، الطفل عنده مشكله كمان في حركه التنج، يبقى عنده حاجه اسمها تنج ثراست. والتنج ثراست من الحاجات اللي بتعمل مشاكل في الارش بالكامل، بتبوظ شكل الارش بالكامل. طيب نرجع للمشكله تاني. انا اعرف ان حل مشكله زي دي لو انا بتعامل مع بيرمنت تيس، اللي بعمله ان انا بعمل اندو وبوست وكور وكرام. بعمل اندو وبوست وكور وكرام، المشكله دي كانت تتحل لو حد ادلت. طيب الاطفال المفروض بقى ان احنا نعمل لهم يعني طفل زي ده ايه العلاج بتاعه؟ انا هتصرف مع طفل زي ده ازاي؟ يعني طفل زي ده ازاي اقدر ارجع له شكله الجمالي، وارجع له الوظيفه بتاعته، وارجع له كمان ثقته بنفسه، وارجع له القدره انه ياكل، واحل له المشاكل اللي عنده، وكمان اقفل له الانتير اوبن بايت اللي عنده دي علشان ما يحصلوش تانج تراست. فانا هحل الكلام ده ازاي؟ في حل من الحلول ان احنا بنعمل الجهاز ده. ده ببساطه شديده اسمه جرابرز ابلاينس، او الاسم الاسهل ليه موديفايد بارشال دنشر. موديفايد بارشال دنشر حل كويس قوي، ان انا اخر على الانتيريور تيز اللي بايظين واركبه بارشال دنشر. طيب احنا دايما بنقول ان الاطفال ما ينفعش نركب لهم حاجه ريموفبل، لان احنا بنتكلم في طفل سنتين 3 سنين. طيب سنتين ما ينفعش اصلا نركب له اي حاجه بارشال دنشر خالص، فبدايه من 3 سنين عايزين نركب له بارشال دنشر. هو مش هيبقى فاهم يعني ايه بارشال دنشر، تخيل 3 سنين صغير خالص. مش معقول هديله بارشال دنشر واقول له البس ده واقلعه بالليل حطه في ميه وبعد كده قوم الصبح البسه تاني، هو مش فاهم الكلام ده. فاحنا بنعمل حاجه اسمها فيكسد بارشال دنشر. فيكسد بارشال دنشر، هو بارشال دنشر عادي جدا زي ما انتم شايفين كده، بارشال دنشر عادي جدا جدا جدا، معمول له فيكسيشن بواير على اللاست مولر، على الاي دي باند، على الاي الليفت ودي باند على الاي الرايت، وفي واير ماسك الاكريل او البارشال دنشر من قدام. فانا عندي فيكسد بارشال دنشر او جرابرز ابلاينس، ده حل كويس على فكره، ده حل كويس جدا يعني، ان انا ممكن اخر على الاسنان البرايمر انتيريور اللي بايظين دول واحط جرابرز ابلاينس. بس ما ينفعش احط ابلاينس زي ده قبل عمر 3 سنين، ما ينفعش طفل اصغر من كده، لازم يكون 3 سنين على الاقل. ماشي، الابلاينس برضه دي مشاكله يعني، مش هو احسن حاجه، احنا بنحب نعمل حاجات فيكس. طب ازاي بقى، ازاي نقوم بدورنا ومسؤوليتنا مع حاله زي دي؟
في حاجه اسمها انترا راديكولار ريتنشن اللي هو البوستن كور. انا عايز اعمل الحاله اللي شفناها دي، انا عايز اعملها اندو وبوستن كور وكراون. بس ده هو بيتعارض تماما مع اللي احنا درسناه، ان احنا المفروض البرايمري كانال دي المفروض ان الروت بالكامل بيدوب. طب انا ازاي احط بوست جوه الكنال؟ يعني ازاي احط بوست جوه الكنال؟ البوست ده هيكون ميتال او فايبر، ده مش هيحصل له ريزوبشن. الميتال او الفايبر اللي انا بشتغل بيه وبعمل بيه البوست هو مش هيحصل له ريزوبشن. طب انا ازاي بقى هشتغل ببوست جوه برايمري كانال؟ الطبيعي ان ده هيمنع ريزوبشن، فممنوع تماما ان انا اشتغل بوست وكور في برايمري كيس. امال بقى المحاضره دي هنتكلم فيها بنقول ايه بقى؟ نقول على شويه حاجات كده اكتشفناها كده واحنا بنشتغل الاطفال، ان في حاجه اسمها ريزوبشن باترن. يعني ايه؟ يعني لما اجي ابص على المولرز لما يحصل لها اكسبوريشن هتلاقوا ان الكراون لوحده، الكراون وقع لوحده، الروت حصل فيه كومبليت ريزوبشن، الروت حصل فيه كومبليت روت ريزوبشن. يعني هل في دليل علمي على الكلام ده ولا ده بس ملاحظه كده؟ لا، في دليل علمي. احنا عملنا شرايح هيستولوجي على البلب تشامبر بتاعه اكسفولييتد برايمري مولرز، لقينا فيها كم كبير جدا من الاودونتوكلاست اللي هي بتعمل روت ريزوبشن، فيها كم كبير جدا من الاودونتوكلاست. فده معناه ان الريزوبشن اكتيفيتي وصل لحد ليفل بلب تشامبر، يعني الروت بالكامل اختفى. فانا في المولرز ما اقدرش اعمل بوستن كور لان كل الروت الروت بالكامل بيحصل له ريزوبشن. طيب في الانتيريور بصوا هنا، البي لاترال والسنترال والكناين، الكراون وقع ومعاه تلت الروت، الكراون وقع ومعاه تلت الروت، تلت الروت يعني تقريبا 3 او 4 مللي. الكراون حصل له اكسفوليشن ومعاه تلت الروت. طيب هل في دليل علمي على الكلام ده؟ برضو لما عملنا شرائح هيستولوجي على البلب تشامبر بتاع اكسفولييتد برايمري انتيريو تيث، لقينا ان الكم الاودونتوبلاست اللي موجود لا يقارن بالمولر. فده معناه ان اللي بيحصل ريزوبشن للابيكال سيرد والميدل سيرد اوف برايمري انتيريو روت، وبعد كده السنه بيحصل لها اكسفولييشن ومعاها الكرونال سيرد. يعني ببساطه اللي انا عايز اقوله ان الكرونال سيرد ده مش بيدخل في عمليه الريزوبشن، مش هيدخل في عمليه الريزوبشن. البرايمري انتيريور توث بيحصل لها اكسفوليشن عادي جدا زي البوستيريور. بس ايه الفرق هنا؟ الفرق ان البرايمري انتيريور هي سنجل روت تيث، سنان ليها روت واحد بس. فبمجرد ما يحصل ريزوبشن للابيكال سيرف والميدل سيرف، الكرونال سيرف بيقع بعد كده مع السن، تلاقوا خلاص ما بقاش فيه كراون روت تيشو كافيه، فالسن تقع على طول، تقع ومعاها جزء من الروت. وفي حاجه كمان مهمه، في حاجه اسمها بول ليفل. بصوا كده، ده الابيكال سيرت هو اوريدي بدا يحصل فيه ريزوبشن، وده الميدل سيرت. الكرونال سيرت هو اصلا بره البوم، الكرونال سيرت بره البوم. يعني شوفوا هنا ابيكال سيرت جوه البوم، الميدل سيرت كمان جوه البوم، الكرونال سيرت هو بره البوم. فلما يحصل ريزوبشن لحد ما يوصل لحد الخط الاسود ده، خلاص الكرونال سيرت ده هو متعلق بس في الجنجر، مش ماسك البوم اصلا، هو مش ماسك البوم اصلا. بس هنا بيحصل لها اكسفوليشن معاها تلت كرونال بتاع الروت. يعني انا معايا كرونال سير اوف ذا روت بيحصل له اكسفوليشن مع السن عادي جدا. طيب ما ببساطه شديده الفكره كلها ان انا ممكن استغل الكرونال سير اوف ذا روت ان انا اعمل فيه بوستن كور. بس يعني هي دي الفكره النظريه العلميه بتاعت الموضوع كله. فتاني بقى سريعا كده عشان تعرفوا النظريه كلها عباره عن ايه بالظبط. دلوقتي احنا بنقول ان ممنوع تماما ان احنا نشتغل باي ماتيريال ما بيحصلهاش ريزوربشن جوه الكنال بتاعت البرايمريز. ايفن في الروت كانال فيلنج اللي احنا بنشتغل بيه لازم تكون حاجه باي ريزوربل تدوب مع الروت. ازاي بقى اجي اقول لكم ان انا هعلمكم حاجه النهارده اسمها بوستن كور؟ يعني ازاي احنا المفروض ممنوع ابدا نحط اي ماتيريال جوه الروت، لازم كلها حاجات بتدوب، حاجات كلها باي ريزوربل. طيب هنبص بصه كده على شكل الريزوربشن اللي بيحصل، لقينا ان في البوستيريور الروت فعلا بيدوب بالكامل. فما ينفعش ان انا احط اي ماتيريال مش بتدوب جوه الروت بتاع البوستيريور تيس. طب والانتيريور؟ لقينا ان السنه بتقع ومعاها كرونال سيرد اوف ذا روت، كرونال سيرد اوف ذا روت. طيب يعني انا الكرونال سيرد ده امان ان انا اشتغل فيه؟ هو امان ان اشتغل فيه. امال ايه الخط الاسود ده؟ ما
الخط الاسود ده البون ليفل اللي السنان محطوطه جواه، هلاقي ان الابيكال ثيرد والميدل ثيرد جوه البون، الكرونال ثيرد اصلا بره البون. فبمجرد ما الريزوبشن يوصل لحد الخط الاسود ده اللي هو البون ليفل، خلاص السنه دي وقعت. طيب ما النظريه الفكره ايه هنا بقى؟ ان انا استغل الكرونال ثيرد اوف ذا روت، اعمل فيه ايه يعني؟ اعمل فيه بوستن كور في ادي حاله. الاول بنعمل بالب اكستربيشن اللي هو بنسميها بقى هنا في البرايمرتيز كومبليت بالبكتومي، اللي هو اندو برايمرتيز، بنعمل حاجه اسمها كومبليت بالبكتومي اندو برايمرتيز. كومبليت بالبكتومي ده بيتعمل ازاي؟ ببساطه شديده بفتح اكسس، بعمل ديبرايدمنت لكل البالبيتيشنز اللي موجوده جوه الكنال، وبعد كده خلاص خلصت اخس مكانها. ما عندناش هنا كليننج وشيبنج زي بتوع الاندو، لا هو انا جايب فايل كبير ادخل جوه الكنال اشيل البلب وانضف شويه، واهم حاجه عندي هنا الاريجيشن، لازم اعمل اريجيشن بشكل كافي جدا بصوديوم هايبوكلورايت، وكمان اكتيفيشن للاريجيشن. يعني انا بحط صوديوم هايبوكلورايت جوه الكنال وعندي ديفايس بيقعد يعمل اكتيفيشن زي الالتراسونيك تيبس، في الالتراسونيك تيبس بتعمل اكتيفيشن للاريجيشن جوه الكنال، انا بشتغل بالالتراسونيك تيبس، احط هايبوكلورايت جوه الكنال واقعد اغسل في الكنال كتير. فهنا الكنال كليننج اهم كتير جدا من ان نعمل شيبنج، احنا مش بنعمل شيبنج اصلا للكنال. طب بصوا كده، الكنال دي شكلها راوندد دوريه، الكنال دي شكلها عجيب مش عارف الشكل ده اصلا، الكنال دي شكلها مستطيل، كل كنال من الاربع كنال اللي قدامكم دول ليها شكل مختلف. بس احنا مش كده في الاندو، احنا في الاندو كل الكنالز عندنا لازم تكون فاينل شيب، لازم تكون كون من فوق وايدست ومن تحت ناروست، يعني الكنال كون كبيره جدا من فوق وتنزل على ضيق لحد الابكس. طب احنا عندنا هنا ما فيش شكل معين للكنال، كل كنال واخده شكلها شكل خاص بيها. فديورنج كومبليت بابيكتومي احنا بنعمل كليننج للروت مش شيبنج، بنعمل كليننج مش شيبنج. طيب انا دلوقتي خلاص شلت البلبل في الكنال وغسلت الكنال كويس جدا جدا بسوي هايبوكلورايت وبعدين سلاين، واطمنت ان الكنال خلاص ما فيش فيها اي بقايا من سوديوم هايبوكلورايت او بالبيتيشنز، اعمل ايه بعد كده؟ بير بونز، نشف الكنال كويس جدا جدا جدا. طب وبعدين بقى؟ انا دلوقتي خلاص نظفت الكنال، كانت ناشفه وجاهزه ان اعمل لها اوبتيوريشن. ايه هي الخامات اللي انا ممكن اعمل بيها اندو للبرايمريز؟ لسه قايلين من شويه ان اي خامه هشتغل بيها لازم تكون بايو ريزورب يعني بتدوب بشكل طبيعي زي الروت. طب عندي ايه الماتيريالز اللي ممكن تعمل كده؟ في حاجه اسمها زنك اوكسيد اند جينول، كونفشنال زنك اوكسيد اند جينول، في حاجه اسمها ايودو 4 زنك اوكسيد اند جينول او ايودو 4. فانا دلوقتي الكنال اهي ناشفه كله تمام، هعملها بتوريش، هشتغل بحاجه اسمها زنك اوكسيد، زنك اوكسيد اند جينول كونفشنال، لازم يكون كونفشنال، ما بشتغلش بزنك اوكسيد اند جينول موديفايد، لازم كونفشنال زنك اوكسيد اند جينول. اشمعنى الكونفشنال؟ لان هو بيدوب بشكل طبيعي، وطول ما انا هعمل فيلنج لروت كانال برايمري توث لازم اطمن ان الماتيريال اللي بشتغل بيها تكون بتدوب بشكل طبيعي، ما ينفعش احط جتابركا، ما ينفعش احشي برايمري كانال بجتابركا، الجتابركا مش هتدوب، انا ما ينفعش ان انا اشتغل بيها، لازم اشتغل بماتيريال بتدوب. ايه اول مثال عندنا؟ حاجه اسمها زنك اوكسيد اند جينول. طيب كونفشنال ولا موديفايد؟ لا بنشتغل بالكونفشنال، ان موديفايد زنك اوكسيد اند جينول، لازم ان موديفايد. اوكي الجايد لاينز عندنا بتقول ايه بقى؟ بتقول ان انا بعمل حاجه اسمها فيري ثيك ميكس، فيري ثيك ميكس يعني بعمل ميكس من الزنك اوكسيد تقيل جدا جدا جدا، بيبقى عامل حتى زي التمبوري فيلنج، عارفين التبل فيلنج؟ انا باخد منه حته كده اقعد اعملها كوره بايدي عادي خالص، فيري ثيك ميكس، هو زنك اوكسايد المفروض يبقى عامل كده هو كمان، زي اللي في الصوره دي بالظبط. الزنك اوكسايد تقيل جدا جدا جدا، ان انا لو مسكته ممكن اعمله كوره بايدي من غير حتى ما الجلاف بتاعي يجي عليه اي ريمننت من الزنك اوكسايد. طيب امال ايه ده بقى؟ ده برضه زنك اوكسايد انجين، بس انا عامله فيري ثيك، فيري ثين ميكس، فيري ثين ميكس يكون خفيف خالص. زي مين بقى؟ عارفين السيلر بتاع الاندو؟ تقريبا بعمله نفس الثيكنس بتاع السيلر الاندو. طيب
وبعدين الاول احط الثين ميكس جوه الكنال. بحطه ازاي؟ بجيب فايل او بجيب كتابركه واغرقها كويس بالثين ميكس واحطها جوه الكنال لحد الفولنس، وبعدين احركها يمين وشمال كده وفوق وتحت شويه، وبعد كده اشيل الكتابركه دي. يبقى انا كده اتفضل عندي جوه الكنال ثين ميكس وبس، جوه الكنال ثين ميكس. طب وبعدين اجيب بقى الثيك ميكس بعمله زي الكون كده بصباعي واحطه جوه الكنال. كده استفدت من ايه بقى؟ هو زي ما قلت لكم الجايد لاينز بيقولوا ثيك ميكس بس، ولكن الثين ميكس دي انا عشان بس ابقى مطمن ان الزنك اوكسايد وصل لكل الكيرفز وكل اللاترال كانالز اللي موجوده في السنه. كده انا خلصت جزء الاندو، انا كده قفلت الاندو خلاص ماشي. بعد كده بقى نعمل ايه؟ احنا قلنا الكرونال ثيرد اوف ذا كانال انا اللي بشتغل فيه بوستن كور. كرونال ثيرد اوف ذا كانال هو ده اللي انا بشتغل فيه بوست اند كور. فانا دلوقتي عملت ايه بقى؟ مليت الكنال زنك اوكسيد اند جون وخلصت الكنال خالص. وبعدين الكرونال ثيرد اوف ذا كانال انا بنضفه بقى، بنضفه بايه؟ باكسكافيتور مثلا، بشيل كل الزنك اوكسيد الموجود جوه الكنال، ممكن ادخل براوند بير اشيل كل الزنك اوكسيد او اوبنر بلوله. الفكره كلها ان انا الكرونال ثيرد اوف ذا كانال يكون فاضي خالص، ما يكونش فيه اي ريمننس من الزنك اوكسيد، ما يكونش فيه اي ريمننس من الزنك اوكسيد. تاني انا حشيت الكنال بالكامل زنك اوكسيد. طب وبعدين؟ وبعدين الكرونال ثيرد بنضفه بشيل منه كل الريمننس من الزنك اوكسيد. انا عايز الكرونال ثيرد ده يبقى فاضي. ليه يبقى فاضي؟ لان هو ده الجزء اللي بعمل فيه بوست انكور، او بعمل فيه الاسم الافضل بقى للتكنيك ده انترا راديكولار ريتنشن، لان التيرمينولوجي بتاع بوست انكور دي هي بصراحه مش محبوبه قوي عندنا في الاطفال. يعني هي ما اسمهاش بوست انكور، هي اسمها انترا راديكولار ريتنشن. مسموح لي انا كبيدونوت اخد قد ايه انترا راديكولار ريتنشن؟ احنا بناخد تلت كرونال من الكنال وبس. هي اتمنى ان اكون وصلت لكم الفكره على قد ما اقدر. يعني احنا بنعمل حاجه اسمها انترا راديكولار ريتنشن. بيتعمل ازاي الانترا راديكولار ريتنشن ده؟ بيتعمل اني بعمل بقفل الكنال اندو عادي جدا جدا، يا اما بزنك اوكسايد يا اما بايدو فورم. طبعا الايدو فورم افضل كتير من الزنك اوكسايد، اللي هو الايدو فورم ده اللي هو السرنجه اللي اسمها ميتابكس، السرنجه الصفراء اسمها ميتابكس، اسهل حتى من الزنك اوكسايد. او ممكن اعمل ميكس بين الاثنين، اعمل اجيب زنك اوكسايد باودر واعمل لها ميكس مع الميتابكس واعملهم ميكس مع بعض فيري هارد ميكس كده واقفل بيه الكنال. اي اوبشن من الثلاثه انا موافق عليه، سواء زنك اوكسايد فيري هارد ميكس او ايدو فورم زي ميتابكس او كومبينيشن بين الاثنين، اعمل ميكس بين الاثنين مع بعض. الاثنين كويسين جدا، الثلاثه كويسين جدا. بس انا مش بتكلم في الاندو النهارده، النهارده بتكلم انا هاخد انترا راديكولار ريتنشن ازاي. ببساطه شديده انا هحشي الكنال عادي جدا، وبعد كده عايز انضف الكورونا ثيرد. ازاي انضف الكورونا ثيرد؟ انا بجيب راوند بير بالهاي سبيد واروح شايل كل الزنك اوكسيد اللي موجود، وبعدين يبقى المنظر زي ما انتم قدامكم شايفين كده، زي ما انتم شايفين قدامكم هنا كده عندي الكورونا ثيرد فاضي وده الزنك اوكسيد. طيب ينفع الزنك اوكسيد يتساب كده؟ لا ما ينفعش، لازم يبقى قبله احط طبقه رفيعه جدا 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 بالزنك فوسفيت كبيز، لازم بيز فوق الزنك اوكسيد. فهتلاقوا هنا، بصوا بقى على السنه دي، هنا الابيض قوي ده ده زنك اوكسيد، البيج شويه اللي فوقيه ده دي فيري ثين لاير، طبقه رفيعه جدا حوالي نص مللي زنك فوسفيت بيز، زنك فوسفيت بيز. فانا عملت زنك اوكسيد، عملت بيه فيلنج للكنال اللي هم مين بقى بالظبط في الكنال؟ ابيكال ثيرد وميدل ثيرد. طب وبعدين؟ حطيت طبقه رفيعه جدا من زنك فوسفيت فوق الزنك اوكسيد. يعني انا عندي اللي حصل بقى ايه بالظبط؟ ده كده الكنال. الكنال اهي زي ما انتم شايفين بيعمل لها اندو فاضيه خالص. طيب وبعدين؟ نملاها بحاجه اسمها زنك اوكسيد او ايودو فور اللي هو تجاريا معروف باسم ميتابكس، او ميكس بين الاثنين الايودو فور مع زنك اوكسيد. تاني بقفل الكنال بايه؟ زنك اوكسيد، جميل جدا زنك اوكسيد او ايودو فور اللي هو تجاريا مشهور باسم ميتابكس، او اعمل ميكس بين الاثنين، اعمل ميكس بين الزنك اوكسيد وبين الايودو فور، بيديني بتاع مفروله كده يعني ميكس مفرول كده، بقفل بالكده. انا موافق على الثلاثه، اللي فيكم يحب يشتغل باي طريقه ما عنديش اي مانع. ثم اما بعد، انت دلوقتي عملت اندو واندو جميل تسميدك، وبعدين وبعدين نفضل الكرونا سيرت.
بس كده الكرة سد فاضي. انت ماشي معايا واحده واحده. الاول انا عملت ايه؟ فتحت اكسس، شلت البلب كله، قلنا احنا ما بنعملش شيرنج الكنال، اليمين الكلينيك اني اشيل البلب واعمل ريجيشن كويس جدا بسرعه بكرايت، ويا ريت لو عندي اكتيفيشن ديفايس. خلصت بلب اكسربيشن، خلصت ريجيشن، بعد كده بقفل الكنال. بقفل الكنال ازاي؟ زنك اوكسايد ايودو فورم او ميكس بين الاثنين. كويس، جميل جدا الكلام ده خالص. عملت الكلام ده كله، افضي الكورونا سيرت اللي هي بوست سبيس بريبريشن. احنا بنعمل ازاي بوست سبيس بريبريشن؟ ما بنعملش اصلا، بيبقى عندي شويه فيلنج في الكورونا سيرت بشيلهم. طيب وبعد كده لازم احط فيري ثين لاير اوف زنك فوسفيت زي بيز، لازم بيز الزنك اوكسايد اللي جوه ده لازم احمله بروتكشن ببيز. طيب حلو قوي، خلاص خلصت. بقى عندي المنظر عامل ازاي؟ زي ما انتم شايفين كده بالظبط. هنا عندي الابيكال سيرد والميدل سيرد مليانين بأوبتوريشن ماتيريال، وبعدين الخط الاسود ده نفترض ان هو الزنك اوكسايد بيز. بعد كده عندي البوست سبيس. قديما كنت بعمل حاجه اسمها ريفرس ميتال بوست. ريفرس ميتال بوست، ريفرس ميتال بوست، وزي ما انتم شايفين في الصوره كده ريفرس يعني بحط هيد فيرست. ريفرس ميتال بوست يعني هيد بحطها فيرست، مش زي ما بنعمل في الاندو بنحط الحته الالوزه الاول في الكنال، لا انا بجيب البوست واقلبه واحط راسه الاول كده يعني. اهو شايفين عامل ازاي البوست؟ البوست راسه الاول، مش الحته الالوز اللي بتضرب، لا انا بحط الهيد فيرست يعني بدخل الهيد جوه الكنال. مش معنى الكلام ده كله ان الكنال فيري وايد، الكنال قد كده، كنال كبيره جدا، اكبر بوست مش هيجيب ريتنشن، ولا حتى بالهيد هيجيب ريتنشن، ولا حتى بالهيد بيعمل ريتنشن على فكره. فانا عملت ايه دلوقتي؟ كل اللي عملته ان عملت بوست ديسبريشن وجبت ميتال بوست اللي هو اللي كان ايامها بجنيه ربع الميتال بوست ده. الحاله دي اصلا بقى 10 سنين. وبعد كده حطيت ان هيد فيرست ماشي، ده عمل ريتنشن برضه عملش ريتنشن. طب بصوا بقى الحاله كلها، هنا انا عملت الاثنين سنترالز عملت لهم ريفرس ميتال بوست، واللاترالز عملتها ريفرس فايبر بوست. يعني هو انا ينفع اعمل ميتال او ينفع اعمل فايبر؟ اه مفيش مشكله، مفيش مشكله خالص على فكره، هو مفيش مشكله اصلا. يعني ميتال بوست فايبر بوست، او احنا بنعمل الكلام ده ازاي؟ احنا اساسا هي ما اسمهاش بوست، هي انترا راديكولار ريتنشن. الانترا راديكولار ريتنشن بتاعك ده انت بتعمله فين؟ بتعمله في الكرونال ثيرد اوف ذا كانال فقط. ما ينفعش البوست اكستنشن جوه الكانال يتجاوز 4 مللي او 3 مللي. 4 مللي دي كده يعني بالعافيه، ان البوست يدخل جوه الكانال من 3 4 مللي كده يبقى كتير اصلا. فهي اسمها انترا راديكولار ريتنشن. بعمله بايه؟ بعمله باستخدام ميتال بوست او فايبر بوست. ازاي؟ ريفرس بوست. الميتال او الفايبر لازم يكون ريفرس، لازم يكون ريفرس بوست. طيب ماشي، هو هنا الريتنشن بقى عامل ازاي؟ يعني البوستات دي بتمسك ازاي؟ سيمنتد، ده سيمنتد بوست، يعني زي ما انتم شايفين هنا البوست محطوط ومعمول له سيمنتيشن بريزن موديفايد جلاس ايلمر. عملت سيمنتيشن بريزن موديفايد جلاس ايلمر، مش اي جلاس ايلمر، لازم بريزن موديفايد جلاس ايلمر، وادور على حاجه قويه جدا اعمل بيها سيمنتيشن للبوست، فوجي مثلا، فوجي قوي جدا. فانا هنا عملت بوست سبيس بريبريشن، وبعدين عملت ريفرس ميتال بوست او ريفرس فايبر بوست. طب وبعدين بعمل سيمنتيشن للبوست ده بريزن موديفايد جلاس ايلمر. فعندي هنا الشكل النهائي، عندي هنا الشكل النهائي عامل ازاي بقى الشكل النهائي ده؟ الشكل النهائي انا عندي البوست اكستنشن جوه الكنال 3 مللي، البوست اكستنشن بره الكنال 3 مللي. يعني هنا لو قلنا ان ده الحد الفاصل، البوست داخل جوه 3 مللي وطالع لبره 3 مللي، البوست داخل جوه الكنال 3 مللي، بتوع ايه 3 مللي دول؟ اللي هم الكرونال ثيرد اوف ذا كانال. طيب وطالع بره الكنال قد ايه؟ 3 مللي. عشان اعمل ايه بقى؟ ده اللي هبني عليه الكور، الجزء الداخلي اللي هو الهيد فيرست اللي داخل جوه الكنال ده اللي بيجيب لي انترا راديكولار ريتنشن. طيب الجزء الخارجي، الجزء الخارجي ده اللي هو بيجيب سبورت للكور اللي هبني. ماشي، عملت بوست سبيس فايبريشن، حطيت ريفرس بوست سواء فايبر او ميتال، عملت له سيمنتيشن باستخدام ريزن موديفايد جلاس ايلمر، وبعدين بعد كده ببني الكور زي ما انتم شايفين كده، كور اي كلام، كور اي كلام خالص.
اللي هو يا دوب بس كده انا جبت شويه جلاس لازم فايت جلاس ايدمر ورحت عاملهم وعامل مغطي بس بيهم البوست وبنيت كده شويه وخلاص. ليه بقى؟ لان انا بعد كده هعمل بريبريشن. البريبريشن بتاع الزيركونيوم كراون بيكون 2 مللي سب جنجفال. 2 مللي سب جنجفال. فكده انا كويس خالص. الحمد لله بقى عندي كور حلو ماسك كويس جدا في البوست والبوست ماسك كويس جدا في الكنال وبعد كده نحط كراوس. دي الصوره دي بوست ميديا بوست اوبتيف. دي كده متابعه كانت اسبوعين تقريبا متابعه او حاجه كده مش متذكر بصراحه بالظبط يعني. بس الهيلينج حصل حلو جدا جدا حوالين كراونز والدنيا بقت تمام وكله كويس خالص. ماشي. ازاي بقى نعمل كراون؟ ازاي نعمل زيركونيوم كراون؟ ده الزيركونيوم كراون اللي هو ده اسمه ريدي ميد زيركونيوم كراون. ده اسمه ريدي ميد زيركونيوم كراون. ماشي. ايه بقى الجميل في ريدي ميد زيركونيوم كراون ده؟ الجميل في الكراون ده ان هو طبعا ريدي ميد زيركونيوم ودي حاجه جميله يعني ان يبقى عندنا حاجه ريدي ميد زيركونيوم كراون. كراون بيجي جاهز بنحطه على السن على طول. بس كده بس كده. هعمل ازاي؟ بنعمل اول حاجه اسمها كراون سيلكشن او سايز سيلكشن. بختار مقاس الكراون. بعد كده حاجه اسمها توث بريبريشن او كراون ريدكشن. بعد ريدكشن بعمل الاينمنت ان انا برص الكراونز كلها جنب بعض. بعد كده بعمل سيتنج او اللي هي سيمنتيشن. ده خطوات ازاي اعمل ريدي ميد زيركونيوم كراون. ازاي اعمل ريدي ميد زيركونيوم كراون. طبعا باختلاف اشكاله وانواعه بقى. ماشي. سايز سيلكشن. ازاي اعمل سايز سيلكشن للكراون؟ هو انا اللي انا محتاجه ان يكون الميزو ديستال دايمنشن بتاع الكراون يساوي ميزو ديستال دايمنشن بتاع السنه بالظبط. يعني انا عايز كراون انا دلوقتي عامل سنترال انسايزور دي هعمل لها ريدي ميد زيركونيوم كراون. اختار مقاس الكراون ازاي؟ ببساطه شديده انا عايز الكراون ميزيو ديستالي يكون قد السنه ميزيو ديستالي بالظبط. طيب هي دي حاجه صعبه؟ لا ولا حاجه صعبه ولا حاجه. انا بجيب الكراون ممكن اقيسه بالنظر زي ما انتم شايفين كده. اجيب الكراون على قد السنه ولا مش قدها بالنظر. يعني ده ميزيو ديستال قد ده. تمام طيب يبقى الكراون ده قد السنه دي. طب الطريقه الصحيحه العلميه ان انا اختار الكراون زي ما انتم شايفين في الشارت ده. شايفين الشارت ده؟ الشارت ده هو الطريقه اللي بختار بيها مقاس ريدي ميد زيركونيوم كراون. المفروض كل شركه من شركات الكراون عندها سايز شارت زي ما انتم شايفين. طيب تعالوا نفسر الشارت ده نشوف ماشي ازاي. اول حاجه سنترال انسايزر. السنترال اللي هو المجزله. سنترال ابر. سايز 0 ميز ديس دايمنشن بتاعه 6.1. يعني هستفيد برضو ازاي بالشارت ده؟ انا دلوقتي هجيب سنه سنترال انسايزر عندي وبقيسها بقيس ميزو ديستال قد ايه بالظبط؟ بجيب الكاليبر بتاعي واشوف في السنه قد ايه بالظبط ميزو ديستال. طلعت كام؟ طلعت 6.1. يبقى انا كده هفتح الشارت واشوف 6.1 يبقى مقاس كام؟ مقاس 0. فهكلم الشركه واقول لهم لو سمحت انا عايز ابر سنترال انسايزر رايت مقاس 0. طيب 6.4 يبقى سايز 1. 6.8 سايز 2. 7.2 بسايز 3 وهكذا. فانا الاول ازاي بعمل سايز سيلكشن للزيركونيوم كراون اكوردنج تو ميزيو ديستال دايمنشن اوف ذا بريبيرد توث. مش بريبيرد بقى تو بي بريبيرد. السنه قبل الريدكشن بعمل باخد مقاسها قبل الريدكشن مش بعد الريدكشن. قبل ما ابتدي اعمل ريدكشن للسنه الاول اشوف ميزيو ديستالي حجمها قد ايه وعلى اساس الشارت ده بختار المقاس. طب ده الابر سنترال وده الابر لاترال وده اللور يونيفرسال سنترال او لاترال زي بعض. ده الكناين ده الفيرست بريمو ده فيرست مولر سواء ماكسيلري او مانديبولر وده السكند مولر سواء ماكسيلري او مانديبولر. خلاص كده دي الطريقه اللي بنعمل بيها سايز سيلكشن للكراون ازاي اكوردنج تو ميزيو ديستال دايمنشن اوف ذا توث. طيب وبعدين في للمولرز في مسطره زي دي هنا.
المسطره دي اللي هي بتقيس الكراون قد ايه. انا عندي الدي مثلا 1 2 3 4 5 6 7، ليه 7 مقاسات. المسطره شفافه، فانا بقعد امشي بالمسطره كده على المولر اللي انا عايز اشتغل، اللي انا عايز اشتغله لحد ما اشوف، لحد ما اعمل ماتش مع الخط النقط اللي بره. امشي بالمسطره الشفافه دي كده، امشي بالمسطره المنقطه دي كده لحد ما تعمل ماتش مع السنه. خلاص يبقى ده السايز المظبوط، يعني خط النقط اللي بره ده بتاع سايز سيلكشن. طب وايه الخط الكونتينوس اللي جوه؟ ده بتاع الريدكشن. يعني المسطره دي بتساعدني في السايز سيلكشن وفي الريدكشن. فانا اجيب المسطره بمشي بيها على، بمشي بيها على المولر كده، اختار المقاس. طب وبعدين الخط الكونتينوس اللي جوه ده بعمل ريدكشن واشوف الريدكشن بتاعي كده مظبوط ولا في مشكله. دي كده بوستيريور زيركونيوم كراونز معموله بقاسات مظبوطه. فلو تاخدوا بالكم الاي مقفل كويس مع السكس هنا، ومقفل كويس مع الدي، والدي مقفل حلو كمان مع الكناين. نفس الكلام فوق، الدي مقفل حلو مع الكناين، الدي مقفل مع الاي، الاي مقفل حلو مع السكس. بس تمام، الحاله دي متابعه معايا مثلا بقى لها بتاع 7 سنين او 8 سنين. دي انتيريور كراونز، المقاس بتاع السنه هنا قد هنا بالظبط، مش ديستالي. السنه الكراون قد السنه بالظبط، اللاترال قد اللاترال بالظبط، الكناين قد الكناين بالظبط. طيب الريدكشن ازاي اعمل توث بريبريشن؟ ببساطه شديده جدا جدا جدا، انا بعمل 2 مللي انسايزر، 2 مللي انسايزر، 2 مللي سب جنجيفال، وبعمل اكزيال ريدكشن 1 مللي. يعني ايه اكزيال؟ يعني ايه اكزيال؟ يعني ايه اكزيال؟ اكزيال ده معناه بكل بلتن ميزيال وديستال، اكزيال اللي هم الاربعه اكزيال سيرفيس. فانا بعمل انسايزر 2 مللي، بعمل سب جنجبل 2 مللي، و اكزيال او سيركمفرنشال بريبريشن 1 مللي، من 1 ل 1.5 كمان. طيب ازاي بقى 1 مللي؟ يعني ازاي كل ده 1 مللي؟ يعني دي 2 مللي ودي 1 مللي؟ لا طبعا، ده دي 2 مللي ودي يمكن 2 مللي ربع ولا حاجه. طب ازاي بقى بنقول ان الاكزيال ريدكشن 1 مللي؟ ان في تيبرنج. فانا لو عندي 1 مللي من هنا، ده الريدكشن بتاعي 1 مللي من هنا، كل ما بنزل انسايزر كل ما التيبر بيزيد. مش احنا بنعمل بالتيبر وجراوند اند؟ مش احنا بنشتغل تيبر وجراوند اند؟ فالتيبر وجراوند اند انت بتطلع لي الريدكشن بتاعي تيبر، مش بارل لبعضه، تيبر. فطبيعي لو انا عندي 1 مللي الثيكنس بتاع الريدكشن بتاعي 1 مللي هيكون تحت عند السيرفيس تحت، بس كل ما بنزل انسايزر كل ما التيبر بيزيد. ف1 مللي اكزيال ريدكشن دي هنا من هنا، وكل ما بنزل انسايزر كل ما التيبر بيزيد 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 لحد ما يوصل لهنا، تقريبا بيكون 2 مللي، 2 مللي ربع في الحدود دي يعني. فتقريبا الريدكشن بتاعي 2 مللي انسايزر، 2 مللي سب جنجفال، مللي اكزيال، 2 مللي انسايزر، 2 مللي سب جنجفال، مللي اكزيال. بس الموضوع بسيط هنا، شوفوا ده 2 مللي انسايزر مقارنه بالسنه اللي جنبها، وهنا من هنا غير هنا خالص. يعني هنا في تيبر، في تيبر هنا، فهنا الريدكشن هنا كان كتير، انما فوق الريدكشن قليل. الفرق هنا فعلا مللي، وهنا اكتر مللي بكتير. طيب ايه بقى موضوع الاينمنت؟ انا عايز اشتغل حاله ما تطلعليش بالمنظر ده، انا عايز الكراونز كلها تبقى على نفس اللاين. انا عايز الكراونز كلها تبقى على نفس اللاين. على نفس اللاين ازاي؟ على نفس اللاين فيرتيكالي، يعني الكراونز كلها نفس الطول، وعايز الكراون كمان فولو لاين اوف ذا ارش، يعني تبقى كلها ماشيه مع بعض، مش كراون طالع لبره وكراون داخل لجوه. ما ينفعش، مش معقول بعمل تجميل عشان اعقد الدنيا في الاخر يعني. طيب انا عايز كده بقى، الكراونز دي تبقى على نفس الليفل فيرتيكالي. كراونز على نفس الليفل فيرتيكالي يعني ايه؟ يعني عندي 2 سنتر نفس الطول، اللاتر دي اقصر نص مللي واللاتر دي اقصر نص مللي. طيب كده، ده كده اسمه الاينمنت، ان انا بعمل الكراونز برصها كلها علشان تكون مظبوطه. اعمل سمايل ديزاين، احنا عندنا في الاطفال بنعمل سمايل ديزاين كده بايدينا كده، مش زي الكبار بقى نقعد نعمل، ناخد سكانر وناخد صور ونقعد نعمل لها اناليسيس وبتاع، لا احنا بنعملها بايدينا كده وبتاع. فدلوقتي انا عايز اعمل الاينمنت الكراونز، الكراونز دي عايز اخليها كلها شكلها حلو، سواء بقى انا عامل بوست كور او السنان موجوده قدامي وانا بشتغلها. المهم انها دلوقتي
من خطوات ريدكشن اوف زيركونيوم كراون ان انا عايز اعمل الايمنت. الايمنت ده اللي هو عامل ازاي بقى؟ زي ما انتم شايفين كده الكراونز على نفس الطول، لما ابص على السنان فرونتال تبقى الكراونز نفس الطول، كمان لما ابص على السنان من فوق زي ما انتم شايفين كده اوكلوزن السنان كلها ماشيه فولوينج لاين اوف ذا ارش، كلها ماشيه مع بعض سنان طبيعيه. انا عايز انا بعمل تجميل عشان اخلي سنان طبيعيه، فانا لازم اعمل حاجه اسمها الاينمنت. ماشي، ايه بقى موضوع الاينمنت ده؟ دلوقتي انا عندي الكراونز دي ريدي ميد كراونز، يعني الكراون ده بيبص ده في المرايه، ده A3 upper A3 upper left وده A3 upper right، ده مراية وده مراية. الكراونز حجمها ثابت لا يتغير، الكراونز حجمها ثابت لا يتغير، فطبيعي ان انا لما احط الكراونز يبقى كلها شبه بعض. طيب امال ايه الفكره؟ ان انا اجيب طفل واحضر له سنانه واحط الكراونز، هي الكراونز كل واحد رايح في حته. هنا السبب في ان حاجه زي كده تحصل ان التوث ريدكشن مش شبه بعض، ان السنان المتحضره مش شبه بعض، مش نفس الطول، مش ماشيين على نفس اللاين مع بعض. فلما احط عليهم ريدي ميد كراونز هتلاقي كل كراون ليه شكل مختلف. ازاي كل كراون ليه شكل مختلف مع ان الكراونات دي كلها معموله بالمخرطه؟ الكراون دي كلها اسطمبه، المفروض الكراونز دي تتحط كلهم شبه بعض بالظبط. طيب انا دلوقتي عملت ريدكشن اسنان وحطيت الكراونز، الكراونز مش رايح تركب مع بعض، الكراونز عامله كده زي ما انتم شايفين. هنا كل كراون ليه شكل، مش كلهم واقفين على نفس اللاين خالص، حالتهم صعبه جدا يعني. طيب ليه؟ هل الريدكشن اللاترال دي شبه الريدكشن اللاترال دي؟ لا طبعا. طب الريدكشن السنترال دي شبه دي؟ لا طبعا. طيب الالاينمنت هنا بقى المقصود بيه ايه؟ هنا المقصود بالالاينمنت ان انا اعمل ايدنتيكال بريباريشن عشان بعد كده لما احط الكراونز يبقى عندي ايدنتيكال ريدكشن. يعني ببساطه انا عايز البريبيرد تيس تبقى كلها على نفس الطول وكلها فولوينج لاين اوف ذا ارش. ليه الريدكشن لازم يكون شبه بعض بالظبط؟ عشان لما يكون تيس ريدكشن متماثل ايدنتيكال واحط بعد كده عليهم ريدي ميد كراونز، الكراونز بالكامل، الكراونز بالكامل تبقى في النهايه ويل الايند زي الحاله دي كده. عشان اوصل اني اعمل كراون ويل الايند لازم يكون الريدكشن بتاعي الاول ويل الايند. طيب ازاي؟ انا ايدي مش مسطره، اصل انا برضه مش كمبيوتر. انا ازاي هعمل ريدكشن للسنترال انسايزر وبعد كده اعمل ريدكشن للسنترال انسايزر اللي جنبها واطلع الاثنين ريدكشن شبه بعض بالظبط؟ هو مفيش حد يقدر يعمل كده اصلا. مفيش اصل احنا مش مبرمجين. انا برضو ايدي بتعمل كل سنه بشكل مختلف عن الثانيه حتى لو كانت فروقات صغيره. طب ازاي اضمن ان انا اطلع اثنين ايدنتيكال ريدكشن؟ ازاي يبقى عندي سنان زي دي اعمل ريدكشن في السنه دي وريدكشن في السنه دي ويطلعوا شبه بعض بالظبط؟ ببساطه شديده، ببساطه شديده هشتغل سيرفس سيرفس. يعني ايه؟ يعني هشتغل انسايزر انسايزر في السن الليفت ومعاها انسايزر في السن الرايت. هشتغل انسايزر في السن الليفت ومعاها انسايزر في السن الرايت. هشتغل ميزيال في الليفت، هشتغل ميزيال في الرايت. فانا بعمل سيرفس باي سيرفس مش توس باي توس. يعني انا ما ينفعش امسك سنترال انسايزر واحضرها كلها وبعد كده ابدا في الثانيه. كده مش هقدر اطلع كراونز، مش هقدر اطلع بريباريشن شبه بعضه بالظبط. طيب اسهل طريقه ان انا اعمل كده ايه؟ ان انا اشتغل سيرفس باي سيرفس. ازاي؟ انسايزر انسايزر، ميزيال ميزيال، ديستال ديستال، ليبيال ليبيال، بلتال بلتال. لما امشي كده اقدر ايدي اظبط ايدي بحيث ان كل الكراون بريباريشن اللي انا عملتها يكون شبه بعض. طيب كراون بريباريشن ايدنتيكال ينتج عنه ايه لما احط ريدي ميد كراونز؟ الكراونز تطلع هي كمان ايدنتيكال، تبقى الحاله بتاعتي مظبوطه. السنان كلها نفس الطول، كلهم واخدين نفس الانكلينيشن، كلهم ماشيين فولوينج لاين اوف ذا ارش، ما بقاش سنان ملخبطه. كويس قوي. طيب سيتنج، خدوا بالكم احنا ما بنعملش فينش لاين واحنا بنشتغل ريدي ميد زيركون كراون او اي ريدي ميد ريدي ميد عموما. احنا مش هنعمل فينش لاين واحنا بنعمل ريدي ميد زيركون كراون. الديدكشن بتاعنا بالكامل نايف انش، ما عندناش خالص فينش لاين. طب لو في فينش لاين هيحصل ايه؟ لما يكون عندي فينش لاين واجي اركب عليه كراون زيركونيا هيقف عند الفينش لاين، هدوس عليه شويه عشان ينزل اكتر هيتكسر. فاحنا ريدي ميد كراونز مش بنعمل لها ريدي ميد كراونز مش بنعمل لها فينش لاين. باخد بالي جدا ان الريدكشن بتاعي يكون كله سموث كونتينوس
سب جنجفال ديبريشن. ليه؟ عشان كراود ينزل باسيف، كراود ينزل مرتاح خالص 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 بدون اي ستريس عليه. يعني لو في اي ستريس وانا بركب الكراون ودوست على الكراون، الكراون هيكسر. طيب ثانك يو يا دكاتره، انا انبسطت معاكم جدا النهارده والله، اتمنى ان الموضوع يكون مفيد، كان موضوع سريع كده ولطيف. انا قاعد معاكم دلوقتي شويه، لو حابين تسالوا اي اسئله اتفضلوا، انا هشيل بقى البتاعه دي. هو اتفضلوا معاكم. كان في سؤال يا دكتور من دكتور خلود، ازاي هاخد المقاس لو السنه بدلي ديكيد؟ دكتوره خلود بتسال هاخد مقاس التوث ازاي للزيركونيوم كراون لو التوث بدلي ديستركتد؟ اخد مقاس اللي جنبها، اخد مقاس اللي جنبها او الاربعه، لو الاربعه الانتيرو، لو الفور، لو لو الاربعه الانتيرو مش موجودين باخد مقاس الكناين، اخد مقاس الكناين وساعتها اعمل لك عليه الكناين. الكناين مثلا ولنفرض مثلا طلع سايز 1، يبقى اوتوماتيك السنترال انسايزر سايز 1. الكناين لو سايز 1 يبقى اوتوماتيك السنترال انسايزر سايز 1. طيب السنترال انسايزر سايز 1 يبقى اللاترال سايز كام؟ 1؟ لا 2 4 2 بالظبط كده. في فورمولا احنا ماشيين عليها لما نكون بنختار كراونز، ان السنترال بيساوي الكناين، السنترال بيساوي الكناين. ده مش معناه ان السنترال قبل الكناين، مش معناه ان السنترال قبل الكناين، انما سايز 1 سنترال يكون متناسق في الشكل مع سايز 1 كناين. تمام. طيب انا دلوقتي القميص بتاعي ده لارج، ده قميص، انا ابني الصغير جبت له قميص لارج، هل القميص بتاعي قد القميص بتاعه؟ لا، لان السنترال اصغر. ايوه سايز 1 بتاع السنترال اصغر من سايز 1 كناين. تمام. اوكي. طب اللاترال بقى، اللاترال بيساوي السنترال زائد 1. تمام. يعني انا لو عندي السنترال سايز 1 اجيب البي اجيبها ايه؟ 2. سايز 2 لو سنترال 1 يبقى اللاترال 2. لو سنترال 1 يبقى اللاترال 2. طب يعني ده اللاترال يعني اكبر من سنترال؟ لا يا دكاتره، مش اكبر. سايز 2 في اللاترال اصغر بكتير من سايز 1 سنترال. ببساطه برضو انا بلبس قميص لارج وابني الصغير بيلبس اكس لارج، هو بيلبس اكبر مني؟ تمام. لا طبعا، فسايز 1 سنترال اكبر من سايز 2 لاترال. فهي الفورمولا يعني عشان نعمل نظبط السيستم مع بعض، ننسب الاحجام كويس. السنترال لو 1 يبقى الكناين 1 والبي 2 على طول. طب لو سنترال 2، لو سنترال 2 يبقى الكناين 2، لو سنترال 2 يبقى اللاترال 3. ايوه، والكناين كام؟ 2. بس ده كل الموضوع سهله خالص. تمام. ان السنان عندنا بنقيسها دايركت. طب السنان مش عندنا، انا بلجا عموما للفورمولا دي. تمام. وغالبا في الانتيريور تيس سنترال 1 لاترال 2، ده غالبا، ده يعني دي تقريبا 90% من حالاتي السنترال 1 اللاترال 2، 90% من الحالات بتبقى كده، بتبقى جميله للغايه. طبعا الفورمولا. تمام. عندنا هنا سؤال من دكتور اميره برضو، قول عشان السؤال نص عربي ونص انجلش. لما يخلع الرايت دي لازم يخلع اللفت وان عشان ما يحصلش ميد لاين شيفتنج، ولا الكلام ده ينطبق؟ الكلام ده ينطبق تماما على السي، اي سي رايت مع السي لفت. تمام. يعني عندنا حاجه اسمها بالانسنج اكستراكشن، بالانسنج اكستراكشن. لو خلعت سي رايت لازم اخلع الليفت واعمل بايلاترال ابلايرز سبيسمنت هنا كبير على الارش كله. بالانسنج اكستراكشن في السي ده ضروري، كل الجايد لاينز بتقول كده. في حاجه اسمها بالانسنج اكستراكشن، ده بتاع السي بس. بالانسنج اكستراكشن يعني ايه؟ بالانسنج يعني بخلع رايت وليفت. طيب ده مين اللي بيتعامل معاه بالانس؟ السي وبس.
مفيش اي تمام سيلة تانية بتعمل معاها بالانس ما عدا تمام ما عدا الدي، ما عدا الدي في حالات الكراودنج. الدي في الكراودنج ساعتها في بعمل له معاملة كراودد ارش. تمام انما البالانس، البالانس عموما ده بتاع السي فقط وحالات خاصه للدي، انما ده مش روتين، مش روتين اني اعمل بالانس مع الدي. الدي بخلعه واعمل بيسمنت تاني. طيب مين بقى الروتين بخلع يمين وشمال؟ هو السي. السي ده احنا بنحترمه احترام كبير جدا 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 في الفيديو وفي القرصه، لان هو سنه مهمه. السي خلعه بيدمر الميد لاين. تمام. وانا بخاف على الميد لاين جدا، لان علاجه في القرصه علاجه في القرصه من الحاجات الصعبه. ف ومهم الميد لاين يكون مظبوط، يعني هو عموما مهم الشكل لاي اي انسان الميد لاين بتاعه يكون مظبوط. فخلعت السي رايت لان خلعت الدي. بقى كل حاله ممكن نقرر فيها قرار مختلف، انما عموما البالانس، البالانس معمول بس للسي. الدي حاله خاصه جدا. الدي حاله خاصه جدا. تمام. في دكتور انت اقول التوس ما ينفعش فيها بوستن كور. التوس ما ينفعش فيها بوستن كور لو ما فيش، لازم يكون عندي مينيمال نص مللي ساوند توس ستراكشر سوبرا جنجبل. نص مللي ساوند توس ستراكشر سوبرا جنجبل. لو ما عنديش نص مللي ساوند توس ستراكشر ده اكستراكشن. تمام. امتى اقول انا هعمل بوستن كور؟ بعمل بوستن كور لما يكون عندي على الاقل نص مللي ساوند تو ستراكشر سوبرا جنجر. ظاهر قدامي كده حته دنتين حلوه كده بيضاء مش موجوده دي، يبقى ما ينفعش اعمل بوستن كور. تمام. في سؤال من دكتور فاطمه، ايه ميزه الزياده اللي بيديها لي ماكس زنك اوكسايد باودر مع الميتابكس لما اعمل بي اوبتوريشن بدل الميتابكس بس؟ ده سؤال، ده سؤال تقيل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. اجابه السؤال، الزنك اوكسايد، الزنك اوكسايد هو ماتيريال ممتازه جدا 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 كفيزيكال ستابيلتي. بيعيش يعني ببساطه، بيعيش بيعيش بيتحط بيعيش سنين في الكنال، يعني حلو. يعني الايدو فورم هو ككيميكال كماده ليها افكت بيولوجيكال قوي للغايه، قوي للغايه. احسن روت كانال فيلنج البرايمري تيس هو الايدو فور اللي هو موجود في السوق باسم ميتابكس او ويلبكس او اي شركه بتنزل ايدو فور. ايه مشكله الايدو فور؟ ان هو فيزيكالي مش ستيبل، بيحصل له ريزوبشن في خلال سنه او سنتين، بيختفي من الكنال تماما. فهو ماتيريال قويه الا ان هو فيزيكالي مش ستيبل قوي. طب نعمل ايه بقى؟ نحط ده على ده فنطلع بحاجه كده ايه جميله خالص. هذه ميزه ان انا بطول من عمر الاوبتوريشن بتاعي. دكتور ايهاب بيسال على السيمنتيشن بتاعت الزيركونيا كراون. ريزن موديفايد جلاس اينر يفضل حاجه قويه جدا، لان الكراون زي ما قلنا من شويه بينزل باسف، الكراون مبقاش ماسك في السنه كويس، فالميكانيكال ريتنشن بتاع الكراون دايما 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 كومبرومايز. دايما عندي مشكله في الميكانيكال ريتنشن بتاع الكراون، فبلزق بسيمنت قوي. تمام. والنبي بيلزق بسيمنت قوي عشان العيانه هيجي عايز اعملكم قوي. هتلاقي البيرنت جاي يقول لك يا دكتور انت قلت لنا تعمل تجميل للواد وهو قاعد معاه اسبوعين وقع، فانت قاعد تقول له ده اصل والله وان شاء الله فبيبقى شكلها مش حلو يعني. فاصرفه يعني. طيب دكتوره الاء بتسال عن البريبريشن لستانلس ستيل كراون، ممكن شرح مبسط ليه كده؟ الستانلس ستيل كراون ببساطه شديده هو ستانلس ستيل كراون مش محتاج بريبريشن اصلا. لو كنت ساسي كراون وضغطته جامد على السنه هيرجع. امال انا بعمل ايه؟ بعمل كليرنس مش بريبريشن. هو اقرب منه ككليرنس. يعني ايه كليرنس؟ دلوقتي انا عندي السنه موجوده زي ما هي وجيت ركبت عليها كراون والطفل جه يقفل، مش كراون ده هيبقى عالي؟ فانا بعمل شويه اوكلوزال ريدكشن اسمها فلاتنينج اوكلوزال سيرفس. بخلي الاوكلوزال سيرفس فلات. فلاتنينج اوف اوكلوزال يعني بجيب ويل ستون واشطب على الاناتومي بتاع الاوكلوزال سيرفس بالظبط كده. بشيل اناتومي. طيب وبعدين بجيب بيبر وز راوند اند رفيع وبفتح ميزيال وديستال، بشيل الكونتاكت الميزيال والكونتاكت الديستال. ليه؟ عشان الكراون لما يجي ينزل
كونتاكت لو موجوده الكراون هيقابل ريزيستنس في المنطقه دي مش هينزل. هو كليرنس يعني مش بريبريشن، مش حاجه صعبه. الاساسي كراون اسهل حاجه عندنا في طب الاسنان كله. الاول اوكلوزن، بشيل الاوكلوزن، بشيل الاوكلوزن اتومي، وبعد كده اجيب تبر وراوند ان واعمل حاجه اسمها بروكسيمال سلايس، اشيل الميزيال كونتاكت والديستال كونتاكت، وبعدين شويه كده راونديشن بس، اشيل اللايف انجلز واحط كراون بس. سايز سيلكشن الاول قبل الريدكشن. ازاي سايز سيلكشن؟ يكون عندي ميز ديستال السنه قد ميز ديستال الكراون. بعمل ازاي سايز سيلكشن؟ بعملها بالنظر كده، بجيب الكراون واشوف قد السنه واعمل اوكلوزن ميزل وديستال راونديشن. خلصت. جميل جدا. دكتور، هل بيتعمل تقويم لطفل عنده 7 سنين يستلزم اخلع السيف الناحيتين؟ 7 سنين هيكون طلع ايه اصلا؟ ميبقاش بد الاخر. ممكن نخلع السيف من الناحيتين، نخلع 4 سي كمان، بس الكلام ده يكون عندي حالات سيفير كراودنج، عندي كراودنج عنيف، وعشان اقيم عندي كراودنج قد ايه بس انا اديله كلهم يطلعوا. بس 7 سنين بدري قوي انك تاخد قرار في حاله زي كده يعني. تمام، حلو. عندي كمان سؤال. Is there a habit breaking appliance for lip biting؟ دكتوره دينا عادل، بنعمل حاجه اسمها ليب بامبر. ده ابلاينس كده متثبت على السكس يمين والسكس شمال، او الاي يمين والاي شمال، بس ده سكس وسكس اكتر يعني. بيبقى طالع واير ماشي 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 لحد قدام، وعامل ريست على اللور ليب. بيبعدها عشان ما يعرفش يعملها بايتنج. اسمه ليب بامبر. يعني دكتوره دينا، اكتبي بس على جوجل ليب بامبر، هيطلع لك شكل الجهاز. هو جهاز بسيط جدا، مقاس وبعدين معاه. دكتورة كانت بتسأل عن الطفل اللي عنده 7 سنين ما عندوش سي كراود. ما عندوش سي سنترال بس. هو الكومنت متلخبط عندي. دكتورة بتقول ما عندوش كراودنج، فاضل ابر سنترال فقط، ومتحاول يخلع السي. مش عارف، مش فاهم السؤال بصراحة يعني ليه. ده تبع الطفل. دكتوره، تبع الطفل اللي عنده 7 سنين وعايز يعمل اورثو، اخلع السيف الناحيتين ولا لا؟ هي نفس الدكتوره. هل بيتعمل تقويم لطفل عنده 7 سنين يستلزم اخلع السيف الناحيتين؟ بعد كده بتقول ما عندوش سي. هي شكه في التقويم. بص يا دكتوره ايه البربري، يا دكتوره دلوقتي احنا قلنا خلع السي يمين وشمال، مفيش خلع السي جنب واحد. طيب خلعت سي يمين وشمال، انا خلعته عشان بدي ديستراكتد مثلا، هو تعبان جدا في خلعته. فلما اخلع السي يمين وشمال لازم اركب ابلاينس، لازم اعمل سبيس مينتينر. ممكن يكون ده قصده، ان هو عايز يعمل سبيس مينتينر. طبعا لما اخلع السي يمين وشمال بحط سبيس مينتينر طبعا ده اسمه جهاز تقويم. يعني انا ساعات بقول للبيرنتس انا هعمل له جهاز تقويم اسمه سبيس مينتينر، يبقى عشان يبقى عارفين اهميه الموضوع. انما يمكن ده قصده يا دكتور، لان احنا بنخلع السي يمين وشمال لازم سبيس مينتينر. مش قلت لكم لازم نعمل سبيس مينتينر؟ طيب ما يمكن ده قصده، ده التقويم. انما الخلع بتاع الكراودنج ده انا بخلعه وبسيب الحاله، ما بحطش سبيس مينتينر اصلا. تمام. دكتور خلود هنا بتسال، بتقول الميتا بيكس او مش دايما بيوصل للفول لينس في المولر، ايه افضل طريقه اوصله؟ نشف الكلام كويس يا دكتور، السؤال المشهور. انا ما بعرفش احقن الكنال. الميتا بيكس بيطلع بره. الميتا بيكس ده زيت. الميتا بيكس عباره عن ايودو فورم متدوب في زيت. الزيت هيدروفوبيك. الكنال لو فيها ميه لا يمكن الميتا بيكس يوصل للكنال الاخر. نشفه الكنال حل بباور بوينت. الكنال تكون ناشفه 100%. ده زيت. طبيعي ان الزيت بيلزع على الاسطح اصلا. فازاي انت بتحطي مش راضي يدخل؟ السبب الاشهر للمشكله دي ان الكنال مبلوله. الكنال فيها من جوه ميه او بلاد او اي حاجه مخلياه مش عارف يلزق في الكنال ويدخل لجوه. فنشفي كويس، بوينت كويس قوي، واحقني الميتا بيكس هتلاقيه عدى اصلا، عدى الابكس ومشي. تمام.
السؤال التاني، الكوست في حالات الزيركون للبيشنت رينجاتها كام؟ تسأل على الكوست بتاعت الزيركون يا كرام. زي كبار كراون زيركو زيكو، ده هو اصلا اغرب بتاع كبار. طب تمام، سؤال تاني بيقول هل املي الكلال بالزنك اوكسايد ولا مجرد بدخله بالفايل بس؟ لا املاه طبعا، اعمل له كيكو، ما احنا بنعمل سيل ميكس، عشان سيل ميكس الاول عشان تبطن الكلال حلو بالزنك اوكسايد، ودي حاجه من عندي، دي جاي من عندي كده، انما الجايد لاينز الكلام التكنيك بيقول ان انا بعمل فيري سيك ميكس اوف زنك اوكسايد وبعمل له فورسنج جوه الكلال. موضوع السيل ميكس ده انا يعني اساتذتي في الازهر علموني الكلام ده عشان بس اطمن ان الكلام اتملت كويس، انما الجايد لاينز مكتوب فيري سيك ميكس اوف زنك اوكسايد، انت لازم تحطه جوه الكنال وتدوس عليه بقطنه عشان تطمن داخل كويس، او بلادر تطمن ان هو داخل كويس جوه الكنال، مبقاش فيه فويد اندو اكتوريشن. احنا بنعمل اكتوريشن عادي جدا، بس بنعمل بالماتيريال بايو ريزيرفابل، مش بنعمل بكتابلك. عندي الدكتورة ايه بتقول نفس الحالة بتاعت الطفل اللي عنده 7 سنين، هي خلعت واحد بتقول هو غالبا كلاس 2. هو يا دكتورة ايه بتابع مع دكتور تقويم، هو هيتحمل القرارات بقى، مش هيجي بالك ليه، هو حوله عشان يخلع سيخ يعمل سيخ، او ناقش دكتور تقويم في الحالة، انما انا مش هعرف برضه اقول لك رأيي وانا مش شايف الحالة كويس. انما السؤال اللي اقدر اجاوبكم عليه هو بنعمل بالانس السي؟ بنعمل بالانس السي، احنا بنعمل بالانس السي، نخلع يمين وشمال بعد كده حسب اسم التاني. طيب في الحاله دي بقى خصوصا هو الدكتور بيعمل ايه، او انت المفروض تعملي ايه؟ انا ما اقدرش اديك رايي، انا مش شايف الحاله، فانا والله ما اتاخرش، بس هو الفكره ان انا مش عارف الحاله عامله ازاي اصلا. في اي اسئله تاني؟ ايوه يا ريت تتفضل لو في اي اسئله تانية. في هنا سؤال اهو، الاسئله بتتعكس عندي. ما فهمتش الجزء بتاع اني بضيف زنك فوسفيت فوق زنك بيز، بنعمل بيز يا دكتور، حطي بيز زنك فوسفيت، يعني انت دلوقتي الكنال مليتيها كلها زنك اوكسايد وشلتي الكرونيك سيلز بقى فاضي، حطي بيز صغيره بالكوندنسر عادي جدا، بيز كوره زنك فوسفيت صغيره وبططيها اعمليها بيز. طيب هنا بتسال لو الحاله الايميت دي عندها ما فيش بيرمننت توس تحتها، هل هنا هنعمل حاله اندو ونحشيها ولا ايه؟ الموضوع ده شائك، شائك للغايه. هو في حالات للاي اللي ما فيش تحته فايف، في اشكال كتير. اولا السنه سليمه، الاي سليم وكويس وقوي كده، بنسيبه بيعيش سنوات طويله ما عندناش فيه اي مشكله. طيب هو بادي ستراكتد، مكسر وحالته وحشه، الخلع بدري افضل، ان انا اخلع والسكس يجي مكانه احسن، احسن كتير كمان. طيب انا عايز اعمل ريستوريشن بقى وهعمل اندو، الجايد لاينز برضه بتقول ان احسن ماتيريال اعمل بيها ريستوريشن الحاله دي هي ام تي اي، ان انا اقفل الكنال بام تي اي، وربنا معاكم بقى في الام تي اي ده، قفلوا ام تي اي بقى، ادفعوا فلوس كتير، ده غير ان التكنيك بدون الام تي تقفيل الكلام بام تي اي ده من غير الادوات الصحيحه صعب شويه. بس عموما في بايو سيراميك سيلر دلوقتي وفي حاجات بتسهل الموضوع يعني. بس يعني احنا كجايد لاينز عايزين نتكلم عن الاي. الاي ده لو بادي استراكتد خلعه بدري افضل. والسكسي يتحرك ميديال احسن. طيب الاي لو قوي ومفيش فيه تسوس وحلو بيعيش 20 سنه، ممكن يفضل موجود بدون اي مشاكل سنوات طويله ما عندناش فيه مشكله. دايما المشكله في الحاله اللي في النص. طب ما دي ممكن اعملها ريستوريشن، ممكن لا. انا عن نفسي افضل الخلع. لا الحاله اللي مش مريحاني في طفل 5 سنين 6 سنين يبقى خلعه افضل. ليه بقى؟ لان هسمح للسكس يتحرك مزيا. بعد كده التقويم اسهل. انما طبعا هي مش بالتفضيل، هي احنا ماشيين بجايد لاينز. الجايد لاينز بتقول ان الاي سليم نحافظ عليه. الاي بايظ تماما بيتشال. طيب عايزين نعمل ريستوريشن
افضل حاجه لي ام تي ايه نعمله اندو نقفله ام تي ايه. بتسأل طب ما ينفعش جاتا بركة؟ والله ما عرفهاش في الجايد لاينز، هو منطقيا منطقيا ينفع لان انا بعامله كمعامله البيرمت، انما انا ما اقدرش اقول لكم اي معلومه غير موثقه. فانا التوثيق اللي قدرت اوصل له في الحاله دي ان احنا بنقفل الكلام بام تي. الجاتا بركه تنفع وما تنفعش؟ اظن الدكتور اندو بقى متخصص في الاندو هو اللي يجاوبك على السؤال ده، انما انا معلوماتي كدكتور ميدو الاي بنقفله بام تي اي، احسن فيلنج للريتيند اي ام تي اي. ما اقدرش انا ابقى جدع معاكم قوي كده بقى، انا عملت لكم جدعانه في موضوع اللايت ميكس بتاع الزنك اوكسايد، انما جدعانه في كتابركه بصراحه ما اقدرش يعني. طب يا دكتور، في بتقول هل فعلا ممكن نحط نقطة فورماتريزول على الزنك أكسيد إيجينون؟ دكتور أحمد بيسأل. ممكن، مكتوب اصلا في كتاب ماجوال بتاع البيدو ان في بعض من الدكاتره بيعملوا ميكس زنك اوكسايد وفورماكريزول وايجينول، ما فيش فيها مشكله، بس برضه ما فيش فيها اي فايده. تاني مكتوب اصلا في الكتاب ما فيش اي مشكله، بس برضه ما فيش اي فايده. يعني هي مش لا بتفيد ولا بتضر. فحضرتك لو انت مرتاح للشغل بالطريقه دي ما فيش مانع. ولكن فورماكريزول ليه يا دكتور؟ احنا اصلا بنحاول نبعد عنه خالص. يعني الفورماكريزول احنا بنحاول ان احنا نقلل من استخدامه. وهو بيقول في الكتاب بدراسات اثبتت ان الموضوع مش مفيد بحاجه. فليه نشتغل بماتيريال توكسيك وليها مشاكلها واحنا ممكن اصلا وهي اصلا مش هتفيدنا باي حاجه. فما فيش داعي. دكتورة يا شباب بتسأل أي نوع من البيت عادي ولا لازم زنك أوكسيد؟ البيت المستشفى أوزنك. اي نوع بيزعجي، اي نوع بيزعجي ما فيش مشكله. دكتورة نهال بتسأل ايه نوع الادوات اللي حضرتك تقصدها واحنا بنحط الـ MTA؟ حاجه اسمها ماب سيستم. ماب سيستم، ماب سيستم ده مش عارف ده كان عليه عرض من فتره كده كان ب 7000 جنيه تقريبا. بحقن كارير، عارفين ام تي اي كارير؟ عارف في الامالجم كارير؟ هو امالجم كارير ولكن رفيع جدا جدا يوصل لحد الاكس. هو امالجم كارير بالظبط. في ام تي اي كارير بحوالي 500 جنيه او 600 جنيه ده بيفيدنا في البلبوتومي. وطول ما احنا اكسترا كنال بره الكنال طول ما شغال بيه في الابر تشامبر بجيب كارير رخيص. طيب انا عايز ادخل بقى جوه الكنال واحد ام تي اي جوه الكنال علشان عندي برفوريشن، عندي اوبن ايبكس، عايز اقفل الكنال بام تي اي، لازم اجيب ماب سيستم. الماب سيستم عشان يوصل لحد الكنال لحد الايبكس لازم ماب سيستم. الماب سيستم غالي شويه، بس طبعا اللي بيشتغل عنده لازم يكون عنده ماب سيستم. هو للاسف الشغل بتاعنا احنا محتاجين ادوات غاليه. واللي بيجيب يعني مايكروسكوب مثلا، ما هو اللي عنده مايكروسكوب هو ايه المشكله انه يجيب ماب سيستم؟ يعني جبت مايكروسكوب بكتير قوي. ما انا هجيب ماب سيستم يعني مش هو ده اللي هيقف يعني. ما هو الفايل ريتريفر كيت مش عارف ب 20000 جنيه بقى ايه؟ مش هجيب ماب سيستم بقى ب 7000 جنيه؟ انت كويس انا هجيب يا جماعه. طب في هنا سؤال يا دكتور، لو سمحت الكراون بيكون ريستد على باسيف فينش لاين ازاي؟ انا قلت السؤال هو مفيش فينش لاين اصلا. هو مفيش فينش لاين اصلا. هو مفيش فينش لاين. وانا اكدت على المعلومه دي. احنا ما ينفعش نعمل فينش لاين. احنا بنقوض السنه كده بطريقه معينه زي ما اتفقنا ونحط الكراون. فالكراون بيكون باسيف. نازل باسيف بدون اي فورسنج للكراون وهو نازل. فاسمها باسيف فيت. عشان الكراون ما يتكسرش. ما ينفعش نعمل فينش لاين في كل الريدي ميد كراون. كل انواع الريدي ميد كراونز بدون فينش لاين. يا دكتور ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اتفضلي. ساعات لما باخد بقى انا السايز بتاعت التوث في زيركونيا كراون هيغنيني عن البنك كراون؟ معلش تاني ما فهمتش السؤال والله، معلش تاني كده. في زيركونيا كراون انا لما اجي اعمل سايز سيلكشن انا ساعتها لما اخد السايز واستخدم المسطره او الكاليبر عشان اختار السايز ساعتها ما عندش احتاج البنك كراون؟ لا 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 يعني ده موضوع تاني. موضوع البنك كراون ده موضوع تاني خالص. احنا هنتكلم عن الزيركونيوم كراون كزيركونيوم كراون.
بيتعمل ازاي؟ يعني البنك كراون ده بتاع شركه مخصوص اسمها نيو سمايل. ليه نيو سمايل عاملين بنك كراون؟ نيو سمايل علشان يزودوا ريتنشن بتاع الكراون بتاعهم. مش هتفهم الكراون بينزل باسيف، فدايما عندي مشكله في الريتنشن. طب هم الناس دي عايزين يزودوا ريتنشن، بيعملوا ايه بقى عشان يزودوا ريتنشن؟ بيعملوا كيميكال تريتمنت للفيتنج سيرفيس بتاع الكراون. بيعملوا حاجه اسمها الومنيوم اوكسايد لاير. الالومنيوم اوكسايد لاير دي فيري سنسيتيف للهيت، للبلاد والموستشر، يعني اي شويه رطوبه تبوظها له. طب انا ازاي بعمل؟ مش انا بحضر واقعد اجرب الكراون بيركب كويس ولا ما بيركبش؟ طب الكراون بايظ. لو انا اشتغلت بالكراون الزيركونيا الفاينل وقعدت عندي تراي ان كتير هيبوظ. طب حل المشكله دي ايه؟ ان انا بعمل حاجه اسمها تراي ان كراونز اللي هو البنك كراون. فانا بجيب مثلا سنترال انسايزر سايز 1 وبجيب معاها تراي ان سايز 1 قد زيه بالظبط. اعمل تراي ان بالبنك كراون وبعد كده الزق الكراون العادي. ده مش طريقه لاختيار السايز، دي حاجه خاصه بشركه اسمها نيو سمايل. انا بتكلم في الزيركون كراونز عموما. كل شركه بقى من شركات الزيركونيوم كراون ليها منتجاتها الخاصه بيها بقى. يعني كل شركه بتزود الريتنشن بتاعها بطريقه معينه. يعني في شركه في مصر كمان اسمها كندر مثلا. كندر بتعمل مايكرو جروفز جوه الكراون. هنا بقى ما فيش الومنيوم اوكسيد لاير، في مايكرو جروفز جوه الكراون عشان السيمنت يعمل معاها ميكانيكال انترلوكينج. شركه اليفانت مثلا، كراون اسمه اليفانت بتاع بيجو دنت، هم عاملين رافنس جوه الكراون عشان برضو بنفس الفكره يعمل ميكانيكال انترلوكينج. احنا عندنا اربع كراون في مصر. نيو سمايل، كندر، نيو سمايل بيعمل ميكانيكال ريتنشن، سوري كيميكال ريتنشن اللي هو الومنيوم اوكسايد لاير بتعمل كيميكال بوند مع جلاس ايدر. وعندنا شركه اسمها كندر بتعمل مايكرو جروفز جوه الكراون عشان تعمل ميكانيكال انترلوكينج. وعندنا بيبودنت اللي هي كراون اسمه اليفنت بيعمل ريتنشن برفنس جوه الكراون فتعمل لي برضه ميكانيكال انترلوكينج. وعندي كراون اسمه كيدز اي كراون، ده كراون هندي برضه تقريبا بنفس الطريقه رفنس جوه الكراون. فهي موضوع البينك كراون ده هي مش حاجه ثابته، يعني دي مش حاجه في كل الكراون، حاجه تبع كل شركه ليها. ايوه كل شركه ليها الطريقه بتاعتها ان هم يزودوا الريتنشن بتاع الكراون، لان احنا مشكلتنا في الزيركونيوم كراون ان هو باسيف. فعشان كده دايما عندي مشكله في الريتنشن. فالشركات بقى بتنافس مع بعض، كل واحده بتقول انا بزود الريتنشن بطريقه معينه. تمام. بس دي قصه دي قصه الكراين كراون. تمام حلو قوي. اي اسئله ثانيه يا ريت تتفضلوا. Upper A with both plus 3 and 4, but no pain. Do we make intentional bulbotomy bulbotomy with zirconia crown only ولا composite بس؟ يعني ولا only composite بس؟ على حسب السن. انا امتى اقول هعمل السنه دي فيلنج وامتى اقول لازم اعملها كراون؟ على حسب عمر المريض هيبدل امتى؟ هو هيبدل كمان سنه او اثنين كافي جدا الكومبوزيت. اكتر من كده لازم فول كفر. هو القاعده عموما، انا اسف القاعده اللي هقولكوا دي انا ما عنديش عليها ساينتفك ايفيدنس، ولكن انا بشتغل اطفال بقالي 15 سنه. فاي سنه قدامها اكتر من سنتين على ما بدل حطوا كراون. اي سنة قدامها اكتر من سنتين علشان تبدل حطوا كراون. ارحموا نفسكم. كلاس 2 مش حاجه اسمها كلاس 2، كلاس 3 مش حاجه اسمها كلاس 3، مش عارف كلاس ايه مش هو كلاس 1 بس. السنه بقى فيها مالتي سيرفيس كافيتي اعملوا كراون. طيب الكلام ده يمشي على كل السنان الا لو قرب يبدل. يعني مثلا جايلي بدي وعمره 9 سنين او 10 سنين وفي كلاس 2 انا موافق، بربطه كومبوزيت انا موافق، ان انا جاي لي بنفس الدي عند عمر 4 سنين لا يمكن. لو حته كيرز قد كده بروكسيمال بعملها استاسي كراس.
امر مريض بيفرق معايا جدا 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 في اختيار التريتمنت بلان. ارحموا نفسكم من الفيلنج في البرايمري، محدش يعمل فيلنج في البرايمري الا لو قدامه سنه او اتنين على التبديل، اكتر من كده كراون يعني كراون. هتقولي للبيرنت ما بيوافقوش والبيرنت بيقولوا ليه ومش ليه، ماليش دعوه بالبيرنت. انا كدكتور انا اللي بحط تريتمنت بلان، والبيرنت يا اما يوافق يا اما ما يوافقوش، انما انا ماليش دعوه بالبيرنت. عايزين ايه؟ البيرنت مش دكاتره اسنان. انا مش هكون مبسوط لما اعمل لمريض فيلنج ويجي لي كمان كام شهر تعبان منه تاني. طب وليه؟ طب ما انا عارف ان البرايمري تيز الفيلنج بتاعها حاجه مش يعني مش هتعيش معايا كتير. طب اعملها بقى لسنه اصلا مش هتعيش كتير، انما طفل عنده 3 سنين اعمل له الاي يعيش معايا 9 سنين ولا 10 سنين ازاي؟ يعني الاي ده هيبدا عند عمر 12 سنه وانا اعمل له فيلنج من عمر 3 سنين، ده فيلنج مين بقى اللي هيعيش 10 سنين؟ مع طفل الانامل عنده كانت رفيعه جدا، حتى مش عارف اعمل اتشنج وبوند كويس على السنه. فلا ارحموا نفسكم، سنه قدامها اكتر من سنتين على التبديل، اعملوا كراون فول كفرج، ما تعملوش فيلنج خالص. دي بقى جدعانه مني تماما، ما عنديش عندها اي ساينتفك بيز، بس دي يعني ارجوكم اعملوا كده. عندنا هنا ايزوليشن، ازاي اعمل ايزوليشن في الجنرال انستيزيا عشان اعمل انتيريور كومبوزيت، خصوصا انه في كيريس وبلود رابر دام. ثواني احنا انا عامل شير سكرين ولا وقفته؟ لا شير سكرين، لا انا ثانيه واحده انا تمام، انا طلعت الشير سكرين ثانيه. تحت يا دكتور، فتحت. طيب فتحت هعمل هوريكم بس كده سلايد سريعه جدا جدا بنعمل كومبوز ازاي في عموما مش بس جنرال انستيزيا. دكتور حضرتك شلت الشير سكرين دلوقتي. اوكي ماشي ماشي جاي حالا. تمام. الدكتوره اللي بتسال ايه راحت فين؟ دي هنا كده الحاله اهي، دي كانت جنرال اساسيه. انا هنا كنت عايز اعمل الطفل كان عندها 5 سنين، فانا كنت عايز اعمل الاسنان دي كومبوزيت بس. فالاول رابر دايم، الاول رابر دايم، وبعد كده ادي الكافيتي الاتش والبوم كل حاجه نظيفه وجميله، وبعد كده عملنا كومبوزيت. هو الرابر دايم يعني الرابر دايم جميل. دكتور لبنى بتسأل case 5 years old upper DNE filling plus 2 go with a crown or do bulbotomy then crown. لا دول سؤالين مختلفين، دول سؤالين منفصلين عن بعض. الاندو هنشخص عادي جدا ونعمل اندو او ما نعملش، يعني اعمل اندو ولا ما اعملش على حسب الحال. متفقين؟ الاندو او مش اندو على حسب الحاله، على حسب الدياجنوز بتاع السنان. طيب هو دلوقتي الكراون احنا قلنا ايه؟ ده البيشنت 5 سنين كراون طبعا، كراون طبعا. الاندو بقى على حسب الحاله، يعني هو دلوقتي بروكسيمال كيرز ولا اوكلوزال كيرز؟ لو اوكلوزال كيرز وخفيف انا ممكن ما اعملش خالص اصلا بالبوتومي. طيب لو بروكسيمال كيرز، البروكسيمال كيرز ده هل هو لونج ستاندنج ولا هو ريسنت؟ لو ريسنت ممكن ما احتاجش بالبوتومي،
لو لونج ستاندنج وكافيتي كبير وقديم يبقى لازم افتح بالبطن. هل في بين ولا مفيش بين؟ الكيرز ده شالو ولا ديب؟ الكيرز شكله عامل ازاي؟ يعني هنقيم حاله البلب لوحدها ونعالجه، وبعد كده في النهايه عشان نحافظ على السنه ميكانيكالي لازم نعمل لها كراف. في دكتوره اميره هنا بتسال، مفيش بين يا دكتور؟ السؤال اللي فات بتقول مفيش بين والبروكسيمال واوكلوزال ولارج كافيتي في الابر اي. نفس ال 5 years old case. لا لو بروكسيمال لونج ستاندنج وكبير يبقى نفتح لونج ستاندنج بروكسيمال بيتفتح. بس في النهايه الفاينل ريستريشن لازم يكون كراون. الفاينل ريستريشن كراون. في هنا يا دكتور سؤال السمنتيشن اوف السبيسمنت تيلر، وازاي اتجنب انه ما يقعش كل شويه من البيشنت وما يشتكيش منه. حاجتين مهمين، الباند تكون فيري تايت على السنه، الباند تكون فيري تايت على السنه، فيري تايت ما تكونش اكستندد اوكلوزالي عشان ما يقعدش عليها. ان هو بيقع عليه ان الباند واسعه او ان الباند عامله بريماتير كونتاكت مع السن اللي فوقيها، فمع الضغط السيفت بتتكسر وبتقع. فباند سيلكشن السايز بتاعها مظبوط ماسك على السن حلو قوي، واعمل سيمنتيشن بريزم موديفايد جلاس ايمر. بلاش جلاس ايمر عادي، لان الجلاس ايمر عادي ده بيدوب في الميه اصلا، بيدوب يعني بيدوب زي السكر كده، بيدوب بيقعد فتره ويدوب. وانا لازم بيه باند مش كراون. الكراون بيحمي على الاقل الجلاس ايمر جواه، انما الباند الجلاس ايمر اكسبوزد للسلايفا فهيدوب. فانا بشتغل بحاجه ريزن موديفايد جلاس ايمر عشان ما يدوبش بسهوله. فاطمن يا دكتوره اميره، اطمن ان الباند ماسكه حلو على السنه ومش عامله بري ماجور كونتاكت، والزقها بحاجه ريزن موديفايد جلاس ايمر. ليه؟ عشان الجلاس ايمر عادي بيدوب. دكتور قلوب بتسال امتى اكتفي بالريستوريشن بس؟ لو قد ايه من السنه موجود؟ لو الكلوزر بس. لو عندي كلوزر كافيتي ممكن اعمل له كومبوست سن صغير، انما اي مالتيبل سيرفيس ليجن لازم كراون. اي مالتيبل سيرفيس ليجن لازم كراون. ميزيال اوكلوزال او ميزيال بس يعني بروكسيمال يبقى لازم كراون. اوكلوزال وبكل بقى اوكلوزال ولينجوال مش عارف ايه مالتي سيرفيس ليجن بكراون على طول. الا لو هو الطفل سنه كبير عنده مثلا 10 سنين احنا ممكن يعني ايه اتجاهل موضوع الكراون ده، انما صغير لازم كراون. سؤال هنا برضو، افضل نوع من الكومبوزيت للبيدو 3MA1 ده احسن شيد في البيدو. ازاي اعمل كونسيشن الزنك اوكسايد؟ بزقه بطنه والله، احط الاول سيل ميكس بعد كده اعمل زنك اوكسايد بعمله زي الكون كده واحطه جوه الكنال. هو في سؤال عن اللي واي سبيس بس غالبا كان بقيت سؤال. هو سؤال لي واي سبيس should must be preserved in each case or not. يعني انا مش فاهم السؤال قوي، بس يا دكتور هاني انت لو بتتكلم بتعمل كراون، الكراون هيقفل لي واي سبيس؟ لا ما ينفعش. تاني يعني انا مثلا دلوقتي عامل كراون على ايه وعملت كراون كبير جدا كان لي واي سبيس، ما ينفعش الكلام ده. طيب انا الطبيعي ما بعملش بريزرفيشن لي واي سبيس، طيب انت اعمله لو انا عندي مايلد كراودنج. عندي بس ده شغل قرص وهي تقول هاني. لو انا عندي مايلد كراودنج طريقه من طرق السبيس جيننج اجيب بيها سبيس عشان احل كراودنج، بعمل حاجه اسمها بريزرفيشن اوف لي واي سبيس. انما كروتين ورك انا مش بعمل بريزرفيشن لي واي سبيس. يعني مش كل مريض يجي لي اعمل له جهاز عشان احافظ على لي واي سبيس، لا بالعكس انا عايز السكس يتحرك ميديال وياخد مكانه الطبيعي. طب امتى بقى اعمل ابلاينس يمنع الحركه الميزيال بتاعت السكس؟ لما اكون عندي مايند كراودنج. اصل اللي بس هيديني كام؟ 2.5 مللي في الابر او 3 مللي في الابر بالكتير و4 5 مللي في اللور. فده حاجه اعمل بيها
للمايلد كراودنج فقط، انما مش روتين ان انا كل ما حد يجي لي اعمل له بريزنتيشن لوي سبيس. لو عندي مايلد كراودنج بعملها. ان الفول يعني دكتور هاني بيقول he means ان الفول ماوس ريهابيتيشن. لا انت قصدك على البرايمت سبيس مش اللور سبيس بس كده، قصدك على برايمت سبيس اللي هو موجود ديستال للور سي وميزال للابر سي. انت قصدك برايمت سبيس مش اللور سبيس، قصدك برايمت. برايمت ده سبيس موجود طبيعي بين اللور سي واللور دي وبين الابر سي والابر بي، اسمه برايمت سبيس مش اللور سبيس. اللور سبيس ده حاجه ثانيه خالص. اه يا باشا، اي دكتور هاني، اي سبيس مش بس برايمت سبيس، مش بس سوري مش بس برايمت سبيس، اي سبيسز موجوده في الارش لازم تحافظ عليها. يعني مثلا انت شغال طفل عنده 4 سنين وانت ملاحظ سبيسز سكاترد في الارش كله، مفيش سنه ماسكه في الثانيه، يبقى تعمل كراونز ترجع السبيس زي ما كانت، ما تقفلهاش. تاني السؤال على حاجه اسمها برايمت سبيس، سبيس موجود بين اللور سي واللور دي والابر سي والابر بي. طيب انت دلوقتي بتعمل كراونز فول ماوس ريهاب، ما تقوليش انا قفلت السبيس دي بكراونز، ما ينفعش. ما ينفعش ابدا تقفل لي سبيس بكراون. والكلام مش بس على برايمت سبيس بقى، لا انت عندك لو سبيسز موجوده في الارش بشكل طبيعي ما تقفلهاش، حط الكراونز ورجع الارش زي ما كان. احنا بنرجع السنان زي ما كان مش بنعدل من شكلها. يعني عندي ارش سبيس ارجعه سبيس، عندي ارش كل كونتاكت يبقى ارجعه كل كونتاكت. انا مش بلعب في شكل السنين، مش زي كبار. كبار لو عندي سبيسز بقفلها له عشان اعمل له تجميل واعمل له مش عارف ايه، انما الصغيرين السبيسز دي هي ديفلوبمنتال سبيسز، هو محتاج السبيسز عشان يحصل ديفلوبمنت بشكل طبيعي، فانا لما اقفلها له بكراونز انا كده بوصل له الديفلوبمنت بتاعه. الموضوع بقى كبير كديفلوبمنت اوف دنتيشن عموما، بس السبيسز دي فيري يعني فيري فايتال بالنسبه للطفل. فعندك سبيسز برايمت سبيس او فيسيولوجيك سبيس سيبها زي ما هي، ما تشجعش عليها. في سؤال من دكتور ايه، حضرتك بتفضل الكومبوزيت في البوستيريور ولا الجلاس انامال؟ كومبوزيت طبعا، مش حاجه مجاز اي مرض، بس انا مش فاهم ده اصلا. امتى ابدا السيريال اكستراكشن؟ بس دكتور ايه احنا قلنا اصلا مفيش فيلنج في برايمري، مفيش فيلنج في برايمري، هو لازم 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 كراون، لازم كراون. هنعمل كلاس 1 صغير كده ممكن كومبوزيت ماشي، انما جلاس انامال مش فيلنج اساسا. امتى ابدا السيريال اكستراكشن؟ ممكن حضرتك تكلمنا عنه؟ ما تبداش سيريال اكستراكشن خالص، هو اتشال من الجايد لاينز خالص، ما بقاش بيتعمل، فما فيش سيريال اكستراكشن خالص. في سؤال من دكتور وفاء بتقول، دكتور وفاء بتقول لما بركب السيريال كراون بيحصل بلانشنج في الجنجف حواليه. البلانشنج لازم يحصل، لازم يحصل. احنا بنحط كراون سب جنجفال فلازم احس ان الجنجفا بلانشت شويه صغيرين، حاجه فيري مايل. انما بلانشنج كتير بقى وشايف ان الجنجفا شكلها اتغير واتنفخت، ده يبقى كراون كبير او كراون فيري في سب جنجفال اكستنشن كتير. فالبلانشنج العادي المايل ما فيش فيه مشكله، انما بلانشنج بشكل كبير لا فيه مشكله. أسئلة ثانية؟ دكتور هاني بيسأل على مقاسة البوست. أكبر حاجة عندك أكبر حاجة بلوز بوست، اكبر مقاس بنجيب مقاس بيجيب بتاع قطره قد كده وبيقلوز برضه جوه الكلام.
أي أسئلة تانية؟ طيب، استمتعت معاكم النهارده والله، فرصه سعيده، اتشرفت بيكم كلكم، احنا اشوفكم اسعد على يا خير دكتور، دايما باذن الله. شكرا لوقت حضرتك معانا وجزاك الله خيرا، وحقيقة انا يعني استمتعنا جدا واستفدنا جدا والله يا دكتور، وانا اسفه على النت الضعيف السيء لا بتاعي، انا اسفه. ليه الامور ماشيه كويس خالص والله. والله تسلمي تسلمي يا دكتوره والله. شكرا حضرتك يا دكتور، واسفين عشان صحينا في وقت متاخر للدرجه دي، وان شاء الله باذن الله اللايف هيتحفظ على البيج، ونشكر حضرتك جدا يا دكتور، استنونا ان شاء الله باذن الله في لايف جديد من سلسله علم ينتفع بها على بناتي دنتال كورس. مع السلامه يا دكتور، و مع السلامة. مع السلامة.